مناقشة الموضوع السوري. ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أوكتاي يلماز، المحلل السياسي التركي. أهلا بكم أستاذ أوكتاي إلى استوديو الرافدين. عملية عسكرية تركية انطلقت في عفرين اليوم بعد زيارة رئيس الأركان التركي لروسيا، كيف ترى هذه العملية؟ نعم، تحيات، مساء الخير. في الحقيقة نعم، هذه نستطيع أن نعتبر أن العملية العسكرية التركية لتنظيف المناطق الحدودية خاصة في عفرين قد بدأت فعلا، فإن لم تكن بدأت رسميا منذ عدة أيام بالضربات المدفعية التركية على المواقع الإرهابية في عفرين. يعني كما تعلمون الولايات المتحدة استخدمت حجة أو تبرير محاربة تنظيم داعش لتمكين هذه المجموعات الانفصالية الإرهابية بالسيطرة على الحدود، على كامل تقريبا على كامل الحدود التركية السورية. وهذه المجموعات الانفصالية الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة تشكل خطرا على تركيا، على وحدة تركيا كذلك. يعني قبل أن تشكل خطرا على أمن ووجود تركيا، تشكل على وجود وأمن ووحدة سوريا. ولذلك تركيا ترى ضرورة محاربة هذه المجموعات الإرهابية. كما تعلمون هذه المجموعات التي تسمى بوحدات حماية الشعب، فرع الأمة الكردستانية الإرهابي في تركيا التي تقوم بأعمال الإرهابية منذ ثلاثة عقود فأكثر، وهذه المجموعات فرع لهذا التنظيم الدموي الإرهابي المدعوم من قبل القوى الاستعمارية سواء كانت روسيا أو الولايات المتحدة. في الحقيقة هذه المجموعة الإجرامية الإرهابية، يعني مجموعة إرهابية وكذلك إجرامية بنفس الوقت، أداة مستخدمة، يعني استخدمتها روس في محاربة الشعب السوري المظلوم، ثم استخدمتها تستخدمها الولايات المتحدة لتقسيم سوريا. نعم أستاذ أوكتاي، يعني هناك من يقول بأن تركيا هذه العملية مسألة وطنية ولا بد منها. هناك من يقول بأن تركيا تحدثت عن هذه العملية قبل عدة أشهر، لماذا تأخرت هذه العملية حتى اليوم؟ نعم، كما تعلمون أن الظروف في سوريا حقيقة معقدة، وهناك إشكالات وصعوبات وتعقيدات كبيرة. يعني بالأسف الشديد يعني هناك طرفين أساسين، الولايات المتحدة وأداتها المستخدمة لضرب الشعب السوري وتهديد أمن تركيا ضد تركيا، هذا التحالف الشرير. كذلك هناك تحالف ربما أعظم أو أكثر شرا منه، والتحالف الروسي الإيراني النظام الإجرامي كذلك ضد تركيا. تركيا طبعا يعني إيجاد التوافقات مع أحد هذه الطرفين كان صعب وما زال يعني هناك صعوبات. وكذلك في البداية لم تكن هناك رغبة تركية للتدخل عسكريا، ولكن تغيرت الظروف وزاد التهديد الذي يشكله هذه المجموعات، خاصة بعد الإعلان الأمريكي أن الولايات المتحدة تنوي وتخطط لتأسيس جيش على الحدود التركية السورية من هذه المجموعات الإرهابية. طبعا بعد كل هذه التطورات لم تبقى لتركيا سوى التدخل العسكري. كذلك تركيا استخدمت الوسائل السياسية الدبلوماسية، ولكن هذه الجهود باءت بالفشل، لم يبقى أمام تركيا خيار غير الخيار العسكري. نعم، هل برأيك موافقة روسيا على العملية وما تبع هذه الموافقة من سحب قواتها من المنطقة هو يخطب ود تركيا، وهو ما يصب في مزيد من تعقيد العلاقة التركية الأمريكية؟
يعني لا نستطيع أن نتحدث عن الموافقة الروسية حقيقة. هل يعني شاهدتم أي تصريح روسي صريح؟ يعني هناك غموض وعدم الوضوح كبير في الموقف الروسي. كذلك يعني هناك مواقف وتصريحات متضاربة متناقضة للولايات المتحدة، ولكن لا يوجد أي تصريح أو موقف واضح من لم يكن روسيا. هناك تصريحات، ولكن هناك أستاذ أوكتاي يعني هناك أفعال على الأرض، يعني الانسحاب للقوات التركية الروسية من المناطق التي من الممكن أن تحدث فيها اشتباكات عسكرية، أليس هذا موافقة ضمنية على ما تقوم به تركيا؟ يعني جاءت في بعض المصادر أن روس بدأوا يسحبون هذه العناصر من عفرين، ولكن قبل ساعة نفى وزير الخارجية الروسي هذه الأخبار. إذا هناك تضارب ويعني في الأخبار بالنسبة للانسحاب الروسي من عفرين، ولكن يعني صحيح تركيا تبحث عن التوافقات، والتوافقات يعني مع روسيا بكل تأكيد ستسهل هذه العملية، وعدم التوافق يعني ستصعب العملية. ولكن مهما تكون الظروف والصعوبات والتحديات، تركيا ترى القيام بهذه العملية أمرا ضروريا وواجبا وطنيا، ولا بد من تنظيف المناطق الحدودية من هذه الكيانات الإرهابية. نعم أستاذ أوكتاي، يعني هناك أنباء عن وجود عناصر للجيش السوري الحر نقلت من مناطق درع الفرات إلى المناطق الحدودية التركية. هناك من يقول بأن تركيا لن تتدخل عسكريا على الأرض، بل ستوفر الغطاء الجوي المدفعي لتوغل عناصر من الجيش السوري الحر في عفرين وباقي المناطق التي ستشهد هذه العملية. ما الذي يعنيه ذلك؟ هل لن يدخل الجيش التركي إلى الأراضي السورية، أم أنه سيكون هناك دخول الجيش التركي مع القوات السورية من قبل الجيش السوري الحر إلى تلك المناطق؟ بالأسف الشديد ما تسمى بالجيش السوري الحر ضعيفة جدا. هذا الجيش لم تقاوم أمام هذه الميليشيات الإرهابية. إذا كانت ضعيفة لماذا سحبت لتوضع في المواجهة أستاذ أوكتاي؟ نعم، إذا كانت ضعيفة لماذا سحبت من المناطق الموجودة فيها في درع الفرات لتوضع في المواجهة؟ يا أخي الكريم، هذه الأرض أرض سورية، ومهمة تركيا إزالة التهديد على حدودها. ولكن طبعا بمساعدة هذه الفصائل المسلحة في الباب، كان لهذه الفصائل دور إيجابي، مساهمة جيدة. ولكن ما أريد أن أقول أن هذه الفصائل لا تستطيع حسم المسألة عسكريا. كثير من هذه المناطق سيطرت عليها المجموعات الانفصالية الإرهابية من الفصائل الجيش الحر، ولكن بكل التأكيد هذه الفصائل السورية ستشارك في هذه العملية وسيكون لها دور، ولكن بدون المشاركة التركية في البر وفي الجو لا يمكن حسم هذه المسألة بهذه الفصائل. نعم الأستاذ أوكتاي يلمظ الكاتب والمحلل السياسي التركي، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.